بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في توبيك الاميونوسبرسيف ميديكيشنز. احنا في المحاضرتين اللي فاتوا كان تقريبا خلصناهم، ناقص لنا بس مجموعه واحده اسمها بايولوجيك اميونوسبرسيف ايجنتس. الكلمه لما نقول البايولوجيك دراجز يختلف ايه عن التراديشنال دراجز؟ التراديشنال دراجز احنا بنحضرها في اللاب ان فيترو من خلال كيميكال انجريدينتس. الكيميكال انجريدينتس دي ممكن تكون اوف انيمال او بلانت او مايكرو اورجانيزم اوريجين، لكن البيولوجيك احنا بنحضرها انسايد ا ليفنج اورجانيزم. فبنيجي نحقن اميونوجين انسايد ا هيومن او انسايد ان انيمال، يعني ليفنج اورجانيزم. فالاميون يحصل اميون ريسبونس ويكون انتيبوديز للانتيجين ده، نبتدي ناخدها نعمل لها كولكشن من البلازما او ذيس ليفنج اورجانيزم، وناخد الانتيبوديز دي نعمل لها بيوريفيكيشن ونبتدي نستخدمها از ا بيولوجيك ايجنت. وبالتالي البيولوجيك ايجنتس هي عباره عن انتيبوديز. الانتيبوديز دي ممكن تبقى مونوكلونال وممكن تكون بوليكلونال. مونوكلونال يعني بنحضرها من كلون واحد بس من البلازما سيلز، اما بوليكلونال من اكتر من كلون اوف ذا بلازما سيلز. يمكن احنا اتكلمنا يعني ايه بوليكلونال ومونوكلونال في الجزء اللي هو في بدايه محاضره المالتيبل مايلوما، لو نرجعها في البلاي ليست هنلاقي اللي هو البلازما سيل ديسكريجيا، اتكلمنا ان ديتيلز في الموضوع ده. طيب المونوكلونال بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على ايبيتوب واحد بس. يعني احنا بنقول ده انتيجين بيبقى فيه طالع منه حاجات بنقول عليها انتيجينك ديترمينانتس او بنقول عليها ايبيتوبس. الانتيبودي لما بيجي بيمسك في الايبيتوب مش بيمسك في الانتيجين كله، خلاص. لو المونوكلونال انتيبودي يمسك في ايبيتوب واحد بس، لكن البوليكلونال ممكن يمسك في اكتر من ايبيتوب في نفس الايه، في نفس الانتيجين. فده طبعا الفرق ما بين المونوكلونال والبوليكلونال. طبعا المونوكلونال بيحتاج شغل اكتر، بيبقى عشان كده بيبقى مور اكسبنسيف عن البوليكلونال. لما نيجي نتكلم على المجموعه ديت، احنا زي ما كنا بنتكلم في كود الدراجز اللي فاتت بنتكلم على الفارماكوداينامكس والفارماكوكاينتكس. الفارماكوداينامكس الميكانيزم اوف اكشن وادفيرس افكتس، كل دراج هنقوله النهارده هنبتدي نتكلم فيه ان ديتيلز. لكن هما بيشتركوا في الفارماكوكاينتكس في حاجه، انه بالنسبه لما نيجي نتكلم على الابزوربشن مش هنتكلم عنه، لان كل الدراجز اللي هنتكلم عليها كلها بتتاخد انترافينوس وبالتالي مش محتاجه ابزوربشن. الحاجه الثانيه الديستريبيوشن. الانتيبودز دي هي عباره عن اميونوجلوبولينز، خلاص، يعني هي لارج مولكيولز، فبالتالي الديستريبيوشن بتاعها بيبقى فيري سمول، يعني الفوليوم اوف ديستريبيوشن هتخرج منها فيري سمول، معظمها بيكون في الفاسكولار كومبارتمنت. بالنسبه للميتابوليزم والاليمينيشن نقدر نقول انها بتتاخد بالريتيكولو اندوثيليال سيستم وبعدين يبتدي يحصل لها ديستراكشن ولايسيس ايه انسايد. طيب هل بنحتاج بعضها ان احنا نعمله دراج مونيتورنج زي بعض الاميونوسبريسيف ميديكيشنز اللي اتكلمنا عنها؟ في الحقيقه هو ملهاش بلاد ليفل، لكن احنا دايما بنشوف الايفكت بتاعها، يعني بنشوف مثلا الوايت بلاد سيل ديفرنشال، نشوف الليمفوسايتس قد ايه، ده بيبقى من خلال المونيتورنج بتاعنا الى جانب الايه السايد افكتس. نيجي بالنسبه للمونوكلونال انتيبوديز، اي دراج هلاقيه في اخره ماب يبقى ده عباره عن مونوكلونال انتيبوديز، لكن هو مش مجرد ان هو اسمه في الاخر بحط له ماب في الاخر واقول ده مونوكلونال انتيبوديز، لا، ده كل اسم كل جزء من الاسم ده ليه معنى. يعني اي دراج من المونوكلونال انتيبوديز بيتقسم الى اربع اجزاء. طبعا اول حاجه عشان نعرف بيتقسم ازاي، اول حاجه احنا بنتكلم على التارجت. يعني اي دراج بيعملوه مونوكلونال انتيبوديز هو بيقولوا انيشيالي الدراج ده معمول عشان يعالج ايه. فلو هو بيستخدمه عشان كانتي كانسرس في علاج التيومرز بنديله رامز تي. لو هو كاميونو موديليتور زي مجموعتنا احنا كاميونو سبريسيف ميديكيشنز هنديله ال. لو هو بيستخدم في البون ديزيزز هنديله اس. لو بيستخدم في توكسنز مثلا زي بكتيريال توكسن نديله ايه توكس. لو هو بيستخدم في كارديوفاسكولار ديزيز ياخد ايه سي، خلاص. طبعا اللي بين الاقواس دي هي عباره عن فاولز، حروف متحركه، يعني احيانا بضيفها عشان يبقى الكلمه نطقها يكون اسهل شويه. تاني حاجه بنعتمد عليها اللي هو السورس. انا حضرت الايمينو المونوكلونال انتيبوديز ده انسايد ليفنج اورجانيزم. ليفنج اورجانيزم ده ايه؟ لو كان ماوس نديله او، لو كان انسايد هيومن نديله يو. كيميريك معناها ان انا جزء منه انسايد هيومن وجزء انسايد ماوس. لكن لو هو الجزء الاكبر في الهيومن وفي جزء صغير جدا في الماوس نقول عليه هيومنايزد. يبقى هيومنايزد هو ماوس مع هيومن لكن جزء كبير جدا هو اللي في الهيومن. هيومن ده بيور انسايد ذا هيومن وماوس بيور انسايد ذا ماوس، والكيميريك يبقى الاثنين بنسبه متقاربه شويه.
يبقى ده تاني حاجه. يبقى عندي التارجت هو انيشيالي هنستخدمه في ايه، وتاني حاجه السورس انا حضرته في اي ليفنج اورجانيزم. طيب اي دراج بقى احنا هيقابلنا اخره ماب، يبقى هو عباره عن مونوكلونال انتيبودز. يبقى هو دلوقتي كده هنقسمه لاربع اجزاء اللي هو بريفكس تارجت سورس والسافكس. السافكس كلهم هيبقوا فيهم ايه؟ ماب في الاخر. تمام، يعني انا دلوقتي ايه هيبقى عندي كده مثلا الدراج ده اسمه الامتوزوماب، يبقى الماب ده اللي احنا ايه قلنا هيتحط في الاخر، يبقى عرفت ان ده مونوكلونال انتيبودي. اجر الحرف او الحرفين اللي قبل كده هو زد يو، يبقى ده اللي هو الايه السورس، يبقى دور على السورس هنا زد يو، يبقى ده هيومنايزد. يبقى معنى كده ان زد يو ده هو عباره عن هيومنايزد. خلاص، نيجي بعد كده الحرفين اللي قبليه تي يو، تي يو يبقى ده اللي هو التارجت، يبقى بالتارجت هنا تي يو اللي هو تيومر. يبقى الدراج ده احنا عملناه في الاساس عشان نستخدمه كانسر كانتي كانسرس تريتمنت. خلاص، ويبقى بس في الاخر اللي هو الدراج هو اللي هو الالم، ده اسم الايه الدراج اللي احنا ايه هنستخدمه. خلاص، يبقى احنا كل اللي احنا عملناه احنا سميناه ايه الم، ده البريفكس بتاعه. لكن التي يو دي هتقول لي ده التارجت ان هو انيشيالي بيستخدم كانتي كانسرس، والزد يو اللي هو السورس ان احنا حضرناه كهيومنايزد، والماب يعني وده مونوكلونال اي انتيبودي. نكمل على اي بقى دراج زي كده، بازيليكسيماب يبقى مام مونوكلونال انتيبودي اكس اي من هنا، يبقى هي كاميريك، يبقى جزء في الماوس وجزء في الهيومن. ال اي ده اللي هو التارجت، ال اي هنا يبقى هو اميونو موديوليتور. خلاص، ريتوكسيماب يبقى هو مونوكلونال انتيبودي اكس اي يعني كاميريك، وتي يعني استخدم في التيومر في الاساس. دينوزوماب ده هو مونوكلونال انتيبودي، اليو يبقى هو يتحضر في هيومن بيور هيومن، والاس هنا الاس هنا اللي هي البون بنستخدمه فيها. الدينوزوماب اللي هو البروليا ده بيشتغل ك يقلل الاوستيوبروزيس ويقلل الفراكشر، بيشتغل عند اوستيوبلاستيك اي اكتيفيتي. البيزو لو توكسوماب يبقى الماب مونوكلونال انتيبودي، اليو اللي هو هيومن، وتوكس يبقى هو توكسن، فده عباره عن توكسنز بيبقى بيشتغل على الكوليستيريديوم توكسن بي، فده يعتبر انتي توكسن في البكتيريا. ابسكسيماب ماب مونوكلونال انتيبودي اكس اي يعني كيمريك، سي اي هنا اللي هو كارديوفاسكولار، يبقى ابسكسيماب ده من الحاجات اللي هي انتي بليتليتس. وبالتالي اي مونوكلونال انتيبوديز هينتهي بماب. السافكس اللي جزء الحرف او الحرفين اللي قبليه على طول هيقول لي السورس بتاعه ايه، والحرف اللي قبليه هيقول لي التارجت في الاساس هو معمول عشان ايه. نيجي بعد كده في المونوكلونال انتيبوديز دي في حاجه بنتكلم عليها دايما، نقول ايه اوف ليبل او ليبل اوف ليبل. يعني ايه؟ يعني اي دراج الاف دي اي بتدي له ابروفل، بتقول احنا الدراج ده ادينا ابروفل ان هو يستخدم في علاج مثلا كانتي كانسرس. يعني مثلا الريتوكسيماب اول ما اتعمل ان احنا هنعالج بيه البي سيل ليمفوما. خلاص، وعشان كده هنا تي يو يعني تيومر. خلاص، فالاف دي اي قالت ان احنا هنعالجه في تيومر، هنعالجه مثلا في الادلز بالدوز كذا. لو احنا في البراكتس بقى في الكلينيكالي، ممكن في عندنا هنا مثلا في الكلينيكال ترانسبلانتيشن، في الروماتولوجي، في حاجات مثلا انفلاماتوري ديزيز، احيانا ممكن نستخدم الريتوكسيماب في الغرض اللي هو ما اتعملش عشانه في الاول. يعني احنا هنا احيانا بنستخدمه في الكلينيكال ترانسبلانتيشن، بنستخدمه في الجي ان، ماشي، بنستخدمه مثلا في حاجات اوتو اميون ديزيزز، فالريتوكسيماب زي لوبس مثلا. فده احنا في الاف دي اي ما قالتش ان احنا نستخدمه على كده، لكن احنا ابتدينا نستخدمه عشان الميكانيزم اوف اكشن يبقى هيفيدني. يبقى بدنا بنسمي الدراج هنا اوف ليبل. خلاص، او ان احنا يبقى الاف دي اي قالت ان احنا نستخدمه في الادلتس، فاحنا لقينا ممكن نستخدمه في التشيلدرن، يبقى اسمه اوف ليبل، او ان احنا غيرنا في الدوز بتاعته شويه يبقى اسمه اوف ليبل. فهنلاقي ادويه كتير احيانا مثلا زي الامتوزوماب مثلا هنا، هو في الاساس هو موجود عشان يستخدم في الانكولوجي، لكن احنا هنا ابتدينا نستخدمه، فبنقول عليه مثلا بنقول عليه اوف ليبل. اول دراج هنتكلم عنه النهارده بقى في مجموعه البيولوجيك ايجنتس هو الانتي ثايموسايت جلوبولين، او اللي احنا بنقول عليه الاي تي جي. الاي تي جي هو عباره عن بولي كلونال انتيبوديز، احنا بنحضره في رابت فياخد ار اي تي جي، وفي بعض الاحيان بنقول عليه ايكواين اي تي جي لو احنا حضرناه في الهورس. هو ايكواين يعني هورس طبعا. الايكواين ده غالبا ما حدش بيستخدمه دلوقتي لانه هو ليس افكتيف، فاحنا كل شغلنا بيكون على الرابت اي تي جي. الرابت اي تي جي عندنا فيه دوايين اللي هو ثايموغلوبولين باي جانزايم والاي تي جي باي فرزينيوس.
الثايموجلوبولين يعني من ثايمو، يعني احنا هنحضره من ثايموسايتس، لكن الاي تي جي هيكون من تي يعني اكتيفيتد اي تي سيلز، ده اللي هو الفرق بينهم، لكن الاثنين ليهم نفس الايفكت. الميكانيزم اوف اكشن هو قلنا ان هو بولي كلونال انتيبوديز، يعني هيشتغل على اكتر من الايبيتوبس في الانتيجنز، وبالتالي هو هيشتغل على تي ليمفوسايتس على اكتر من ايه من ايبيتوب. هو بنقول عليه ديبليتنج انتيبوديز، يعني دايما الانتيبوديز اللي احنا هنتكلم عليه هنقول ديبليتنج ولا نون ديبليتنج. ديبليتنج ايه؟ ديبليتنج للليمفوسايتس، بنلاقي الليمفوسايتس بتختفي تماما او بيبقى ايه في ليفل بسيط جدا لما نجي نشوف الاي الابسولوت كاونت، وبالتالي هو بيديني prolonged lymphopenia، مفيش lymphocytes، وبالتالي هيقلل ايه rejection episodes بنسبة كبيرة جدا. وطبعا احنا بنستخدمه في الانداكشن، يعني في اول transplantation بنعمل induction للإيميون او بنعمل suppression جامد للإيميون سيستم عن طريق ان احنا ندي دواء من دول. الدوز هو عبارة عن ايه؟ احنا عندنا هو زي ما قلنا كل الانتيبوديز هتبقى IV، بيبقى عندنا فايلز هنا 25 ملي جرام، بندي 1.5 ملي جرام بير كي جي، بندي ما بين 4 الى 10 ايام على اساس ايه؟ على اساس الليفل اوف ليمفوبينيا. بنحط الدوز اللي احنا حسبناها في 500 ml نورمال سالين او ديكستروز، ونديها انفيوجن على مدار 4 الى 8 ساعات. يفضل طبعا نديها في سنترال فين، ولو البيشنت لو عنده ايبي فيستولا ممكن ندي من خلالها، ما بنحبش البريفرال فين لانه ممكن يعمل لي ثرومبوفليبايتس. لكن لو احنا مضطرين ان احنا ندي في بريفرال فين، يعني برضو ممكن في بعض البيشنتس ان احنا مثلا يخرج بدري واحنا مكملين مثلا 10 ايام، فبالتالي ممكن يكون اوت بيشنت، يكمل اوت بيشنت. ففي الحاله دي ممكن نحط على الانفيوجن ده نحط هيبرين الف يونت، وممكن نحط كمان شويه هيدروكورتيزون، ده يقلل لي ايه الريسك اوف ثرومبوفليبايتس. اول دوز من الدوز دي بنديها انترا اوبراتيف، ده بيحسن بيقلل الريسك اوف ريجكشن بنسبه كبيره. طبعا لان احنا اي انتيبوديز هو عباره عن بروتينز، وبالتالي ممكن يؤدي الى الريجيك رياكشن، فعشان كده دايما قبل ما نبتدي ندي الانفيوجن هنا بندي بعض البري ميديكيشنز، بندي مثال بريدنيزولون 30 ملي جرام، وندي دايفينال هيدرامين كلورايد اي حاجه انتي هيستامينك 50 ملي جرام، وبندي كمان باراسيتامول 500 ملي جرام، ده عشان يقلل لي ايه الفيفر، وممكن الباراسيتامول بعد 4 ساعات ندي ايه كمان دوز. طبعا البري ميديكيشن بيديها 30 مينتس بيفور ستارتنج الانفيوجن. طبعا انا عشان ممكن مع السايد افكتس والالرجي اللي ممكن تحصل، فاحنا طبعا بنقيس الفايتلز بتاعتنا كل 15 دقيقه في اول ساعه، وبعد ما تمر اول ساعه ممكن بعد كده نقيس كل ساعه طول ما احنا ماشيين في الانفيوجن على مدار الاربع الى 8 ساعات. طيب لما بنبتدي بالامينو سبريسيف القوي ده اللي هو الثايموجلوبين او الاي تي جي في بدايه الترانسبلانتيشن كاندكشن ثيرابي، احنا بقيه الامينو سبريسيف بنديها ازاي؟ بالنسبه للاسترويد احنا كده كده في البري ميديكيشن بندي مثال بريدنيزولون، فاحنا بنوقف البريدنيزولون خالص، مش بندي في الوقت ده. السي ان اي بنقلل الدوز بتاعتها خالص خلاص، او احيانا ممكن نوقفها. بقيه الدراجز بقى اللي ممكن نستخدمها مع الاسترويد والسي ان اي زي ازاثيوبرين او ام ام اف او حاجه من الامتور انهبيتورز، بنفضل ان احنا نوقفها في الوقت ده عشان بيبقى ليها هيماتولوجيك اي سايد افكتس، فما نزودهاش، وبالتالي احنا مطمنين لان الاي تي جي او الثايموجلوبين هو دراج ايه قوي. بالنسبه بقى للادفيرس افكتس، احنا نقدر نقول انه بولي كلونال انتيبوديز يعني ده عباره عن فورين بروتينز، وبالتالي فورين بروتينز وممكن تاني يحصل منه الرجيك رياكشنز، فممكن يحصل فيفر، تشيلز، ارثرالجيا، دي اللي هي الكومن الرجيك رياكشنز اللي بتحصل. في حالات قليله ممكن يحصل احنا عليه فيرست دوز سيفير رياكشن، يحصل هايبوتنشن جامد، ويحصل برونكوسبازما فيؤدي الى شورتنس اوف بريث. لكن في السيفير كيسز ممكن يخش فيه انافلاكسز، يبقى سيستميك فاسودليتيشن وسيفير برونكوسبازم، وممكن البيشنت يخش في شوك ويحصل له ارست. في سايد افكتس ممكن تحصل متاخر شويه بعد اسبوع او اسبوعين، اللي هي بنقول عليها سيرم سيكنس، يبتدي يجي البيشنت بعد اسبوعين من التريتمنت بفيفر، ماليز، ارثرالجيا، وده نتيجه انه يبتدي يكون انتيبوديز للدراج نفسه. طبعا السيرم سيكنس ده احنا بنقول ان هو رير شويه، لانه في الوقت ده اول ما اكون خلصت انا مش هيلحق يكون انتيبوز، لان انا ببتدي استخدم الانو سبريسيف ميديكيشنز، ولو ابتدى يحصل ممكن نبتدي نزود البريدنيزولون دوز بتاعتنا ل 40 ملي جرام. السيرم سيكنس ده يعتبر ديلي تايب هايبر سنسيتيف رياكشن اللي هو تايب 3، لكن الانافلاكسيس يعتبر ايه تايب 1 هايبر سنسيتيف رياكشن.
طبعا انا كل الانتي بودز ممكن طبعا الايه ان هو عباره عن فرن انتي بودز وممكن يحصل معها ايه كل الايه الالرجيك رياكشنز دي. طبعا هو ممكن يؤدي الى ليوكوبينيا او ثرومبوسايتوبينيا. لو لقيت ان الليوكوبينيا نزلت عن 3000 ممكن نقلل الدوز ل 50%، ولو البليتلس قلت عن 50,000 نقلل برضو ايه 50%، لكن لو كان في سيفير ريدكشن ممكن نوقف الايه الدراج. وطبعا لو ليكوبينيا سيفير او النيوتروفيز اقل من 500 دي ممكن نستخدم الايه النيوبوجين اللي هو كولين ستيموليتنج فاكتور فور ايه وايت بلاد سيلز. الانتي ثايموسايت جلوبولين من الحاجات اللي بتزود السي ام في ريسك، وعشان كده ده يفضل ان احنا في اول سنه نمشي بتريتمنت بروفلاكتيك تريتمنت فور سي ام في. وبرضه لقوا انه ممكن يزود شويه الريسك اوف بي سيل لمفوما، وان كان ده مش كتير، وخصوصا اذا كان الريسيبينت كان ابشتامبر فيروس نيجاتيف وواخد من دونر ايه بوزيتيف. طيب هنعمل مونيتورنج للدراج ازاي؟ احنا بنعمل مونيتورنج عن طريق ان احنا بنشوف الوايت بلاد سيلز، بنشوف الديفرنشال كاونت. المفروض ان هو هيعمل لي ديبليشن للليمفوسايتس، فلاقي الليمفوسايتس تبقى 0.1 او اقل يبقى ده كده ايه الدراج اوف ايه افكتيف واحنا ماشيين كويس. لو لقى الارقام دي اعلى من 0.1 نقدر نقول ان احنا محتاجين نزود الدوز شويه او نطول الكورس. احنا قلنا بياخد من 4 ل 10 ايام يبقى ايه بنطول ايه في الكورس. نيجي للدرجة اللي بعد كده اللي هو انترافينوس ايمونوجلوبولين او بنقول عليه الاي في اي جي. الاي في اي جي برضه هو بولي كلونال انتي بوديز، هو بيتحضر هنا من بولد بلازما فور مالتيبل دونرز، يعني هو بيتحضر في الهيومن، بيبقى من thousands of the donors بناخد منهم البلازما ونبتدي نستخلص منهم الايه الايمونوجلوبولينز. الايمونوجلوبولينز دي ممكن ناخدها على بعضها unselected وممكن تبقى سيلكتد، يعني يبقى جينست حاجه معينه مثلا زي مثلا السي ام في ايمونوجلوبولين فنستخدمها في تريتمنت او البروفيلاكسيس اجينست ايه سي ام في، فيبقى ده اسمه ايه سيلكتد. طيب الاي في اي جي هو اول ما تم اكتشافه او استخدمناه، ان احنا استخدمناهم في الناس اللي عندهم هيومرال اميون ديفيشنسي ديس اوردرز، يعني عندهم الجلوبولينز نفسها الانتي بودز قليله فاحنا بنديهم عشان الاي في اي جي عشان نديهم بروتكشن. لكن بعد كده ابتدى نستخدمه في حاجات تاني اوتو اميون ديزيزز وفي بعض الايه الانفلاماتوري ديزيزز وحتى في الكلينيكال ترانسبلانتيشن. الميكانيزم اوف اكشن هو معقد شويه لكن نقدر نقول ان هو بيعمل نيوتراليزيشن لاي سيركيوليتنج انتي بوديز، وعشان كده احنا ابتدينا نستخدمه في ترانسبلانتيشن انه مثلا في حالات الناس اللي عندهم بري فورمد انتي بوديز وعايزين نعمل لهم ديسنسيتايزيشن قبل وهم مستنيين على الويتنج ليست، فممكن نديهم بعض البروتوكولز اللي فيها اي في اي جي يعمل نيوتراليزيشن للانتي اتش ال اي انتي بوديز اللي موجود. طبعا ده هيفيدني كمان في الناس اللي هم مثلا مش عارفين نعمل لهم ترانسبلانتيشن عشان هم سنسيتايزد، فمثلا لو البيشن ده عنده بوزيتيف كروس ماتش مع الدونر ممكن نستخدمه في بعض البروتوكولز بتاعت الديسنسيتايزيشن، او مثلا انه هو في اي بي او انكومباتيبلتي وما قدمناش غير الدونر ده فممكن ايه بنستخدم الانترافينوس ايمونوجلوبولينز من ضمن بروتوكول تاني. بيعمل انهبيشن للليمفوسايت بروليفريشن وعشان كده ممكن نستخدمه في حالات الريجكشن اللي هو الاكيوت هيومرال ريجكشن اللي هو انتي بودي ميديتد ريجكشن. ليه كمان انتي انفلاماتوري سايتوكاينز وعشان كده بنستخدمه برضه في علاج بعض الايه الفايرال انفكشن اللي بتحصل بعد الايه الترانسبلانتيشن. بالنسبه للدوز اوف اي في اي جي هو بيبقى بروتوكول ديبندنت، لكن الستاندرد دوز ان احنا بندي 2 جرام بير كيلوجرام، الماكسيمم 140 جرام بنديهم على 4 ل 8 ساعات وغالبا بنديهم في دوز واحده. طبعا اي في اي جي احيانا احنا بنستخدمه في الديسنسيتايزيشن بروتوكول فبيبقى معاه بلازما اكستشينج. طبعا انا لو عملت بلازما اكستشينج هشيل الاي في اي جي كله، وعشان كده لو هو هيتاخد مع بلازما اكستشينج يبقى بندي بعد السيشن او ذا بلازما اكستشينج، لكن عشان هو كبير بيبقى نوت دايلايزابل وبالتالي احنا لو هنعمل دياليسيس ممكن نديه اثناء الدياليسيس مش خايفين ان هو ايه يتشال. طبعا زي اي انتي بوديز ده عباره عن فورين بروتينز وبالتالي ممكن يحصل الرجيك رياكشنز، فعشان كده احنا لازم ندي ايه بري ميديكيشنز زي ما اتكلمنا ايه من شويه. الادفيرس افكتس اوف اي في اي جي هو ممكن يحصل مايو رياكشنز، شويه فيفر، تشيلز، ارثرالجيا، لكن ده نسبه قليله اقل من 5%. لو حصلت احنا ممكن نقلل الدوز شويه او الريت اوف انفيوجن، ولو هو سيفير شويه ممكن نوقف شويه ولغايه لما السمبتوم تختفي ممكن نرجع تاني الدوزز اقل.
في بعض الحالات خلال 72 ساعة من استخدام الـ IVIG ممكن يحصل نوع من الـ aseptic meningitis. هو مش bacterial meningitis ولكن هو نوع من الانفلاميشن. وطبعا احنا عشان نقلل الريسك بتاعه قبل ما نبتدي دراج احيانا بندي حاجة انتي انفلاماتوري زي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز يمنع موضوع الـ aseptic meningitis. من الحاجات اللي ريبورتد مع الـ IVG ممكن يحصل thrombosis، اكتر حاجة ممكن يعمل لي MI، وممكن كمان يحصل بعض الحالات يبقى فيها AKI، وده نتيجة تركيبة الـ IVIG بيبقى في الحاجات من نفس الكونتينت بيكون فيه حاجة من سوربيتول أو ساكروز، وده ممكن يؤدي إلى أوزموتيك نيفروزيس ويؤدي إلى ETN. الـ ETN هنا ممكن لو هي سيفير أو غالبا كان البيشنت عنده جزء من البريرينال ديسفونكشن فهو بيزودها، ممكن في بعض الحالات البيشنت يحتاج داليسيس، لكن الداليسيس هنا غالبا بيكون تمبروري وغالبا بيحصل للريكفري. من المونوكلونال انتيبوديز اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هو الامتوزوماب اللي هو كان في الماركت اسمه كامبرث. طبعا احنا في بعض المونوكلونال انتيبوديز كنا بنستخدمها في الاول وبعدين دلوقتي ما بقاش نستخدمها، زي اللي هو ميورومناب اللي هو كان اوكي تي 3 كان بيشتغل على انتي سي دي 3، دلوقتي خلاص ما حدش بيستخدمه عشان كان بيبقى ليه فيتال افكت كفيرست دوز. والالمتوزوماب بيشتغل على السي دي 52، يعني هو ده كان بيشتغل على سي دي 3 هنا بيشتغل على سي دي 52. كان في الاول انيشيالي هم عملوه عشان يعالجوا بيه الكرونيك ليمفوساتيك ليوكيميا، يعني احنا هنا ايه 2 يعني هو التيومر اساس، لكن بعد كده ابتدى نستخدمه احنا في الكلينيكال ترانسبلانتيشن وبنستخدمه لفتره، لكن بعد كده الشركه المنتجه لقيت انه معلوش اقبال كتير فسحبته في 2012 وفي الكلينيكال ترانسبلانتيشن، ويمكن في ستاديز بيقولوا ان احنا ممكن نستخدمه في حالات المالتيبل سكلروزس. الالمتوزوماب بيستخدم في كاندكشن في بدايه الترانسبلانتيشن، وكمان ممكن نستخدمه في حالات الاكيوت ريجكشن لو حصل. بنحتاج سنجل دوز بس 30 ملي جرام، غالبا بتتاخد انترا اوبراتيف زي ما بندي الثايموغلوبولين، وفي بعض الحالات قد نحتاج ان احنا ندي سكند دوز. هو يعتبر ديبليتنج انتيبوديز بيعمل لي ماركت او بروفاوند ليمفوبينيا، وعشان كده ما بنحتاجش ندي اميونوسبريسيف ميديكيشنز في الاول معاه. بيبقى بالنسبه لما قارنه بالنسبه للاي تي جي كاندكشن هو تقريبا نفس الافكت، لكن لما قارنه بالبازيلكسماب اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه لا هو بيكون اقوى ايه منه. السايد افكتس طبعا كلها زي الاي تي جي، زي ما قلنا في الاي تي جي نفس السايد افكتس ايه هنا. من المونوكلونال انتيبوديز المهمه قوي في الكلينيكال ترانسبلانتيشن مجموعه احنا بنقول عليها انتي سي دي 25 انتيبوديز. عندنا منها تو دراجز اللي هو البازيلكسماب اللي هو في الماركت اسمه سيميوليكت، وكمان الدكليزوماب اللي هو زيناباكس. في الحقيقه دلوقتي الدكليزوماب دلوقتي ما بقاش حد بيستخدمه خالص، يبقى بس بنستخدم دايما الايه البازيلكسماب. البازيلكسماب بيشتغل على ايه؟ على سي دي 25. سي دي 25 ده عباره عن ايه؟ هو جزء من الانترلوكين 2 ريسبتور اللي بيمسك فيه الانترلوكين 2، يعني بيطلع ما بيحصل اكتيفيشن لسيجنال 1 بيطلع انترلوكين 2 عشان يمسك في الانترلوكين 2 ريسبتورز. الانترلوكين 2 ريسبتورز ده في جزء منه اسمه الفا تشين، ده اللي بنقول عليه سي دي 25، فهو بيبتدي يمسك فيه ويدي الايفكت ايه بتاعه. وعشان كده احنا بنقول ان هو كومبلمنت ليه كومبلمنت افكت مع سي 9، سي 9 بتشتغل على انترلوكين 2 تعمل لها تقللها، فالجزء اللي باقي عشان يجي يمسك في ريسبتور نقوم احنا عاملين بلوك للريسبتور بالبازيلكسماب، وبالتالي الكومبينيشن ده بيكون كويس. بيستخدم في الاندكشن زي الاي تي جي او الثايموغلوبولين، لكن ما بيستخدمش في تريتمنت اوف ريجكشن زي الاي تي جي. الدوز بتاعته هو بندي تو دوزز، بيبقى كل واحده 20 ملي جرام، بتتاخد انترافينوس على طول مش محتاج ان احنا ندي انفيوجن. الفيرست دوز بنديها في داي زيرو اللي هو بري اوبراتيف على طول، يعني قبل ما البيشنت يخش العمليات احنا بندي له اول دوز، والدوز الثانيه في داي بلس 4. احنا دايما لما نيجي دايما اليوم العمليه الاوبريشن احنا بنسميه دايما داي زيرو، اليوم اللي قبليه اسمه ماينس 1، اليوم اللي قبليه اسمه ماينس 2. اليوم العملية 0 يبقى اللي بعده بلس 1 بلس 2 بلس 4 بلس 5 وهكذا، يبقى احنا بندي في داي 0 وداي 4 الجرعة التانية. طبعا الافكت بتاعه ما بدي 2 دوزز بيديني يعني بيأثر على البليتلت الليمفوسايت اكشن، الديوريشن بتاعه بيبقى من 30 الى 45 يوم، مش طويل بياخد شهور وسنين زي الاي تي جي. وبالتالي احنا بنقول عليه هو نون ديبليتنج انتيبوديز، يعني ما بيعملش السيفير ليمفوبينيا، هو بس بيأثر على الفانكشن بتاعها يعمل ليمفوسايت ديس فانكشن.
الادفيرس رياكشن يعني ما بتكونش كتير، لكن في بعض الحالات ممكن يحصل فيرست دوز رياكشن او ان يحصل انافلاكسيس، لكن دي نسبتها قليله مش زي الاي تي جي. وغذروايز ما نقدر نقول ان ملوش اي سايد افكتس من الحاجات الكويسه، لكن هو مش افكتيف قوي زي الثايموجلوبولين. فعشان كده البيشنت اللي عندهم يعني ميس ماتش نسبته اعلى ما بيفضلش ندي سيميوليكت ليها، ندي حاجه اقوى زي الثايموجلوبولين او الاي تي جي. من المونوكلونال انتيبوديز اللي احنا بنستخدمها في الكلينيكال ترانسبلانتيشن هو الريتوكسيماب. الريتوكسيماب هو بيشتغل اجينس السي دي 20. السي دي 20 دي بعكس كل المونوكلونال انتيبوديز اتكلمنا عليها قبل كده، هي بتشتغل على البي لينفوسايتس مش التي لينفوسايتس، وممكن تالي تعمل ديبليشن للبي لينفوسايتس لمده 6 شهور. انيشيالي هو استخدم في تريتمنت اوف نون هوتشكن لينفوما، عشان كده هنا كان بيبقى ايه التي يو. واحنا عشان كده احنا في الترانسبلانتيشن بنعتبره وان اوف ذا دراج اوف ليبل، بنستخدمه في حالات ان احنا ما يكون البيشنت عنده بري فورمد انتي اتش ال انتيبوديز، ممكن نستخدمه في ديسنسيتايزيشن. اذا كان بيشنت مع الدونر بوزيتيف كروس ماتش او في اي بي او انكومباتيبلتي بنستخدمه برضه في نفس البروتوكولز، وكمان في تريتمنت اوف اكيوت هيومورال ريجكشن اللي هو انتي بودي ميديت ريجكشن زي الاي في اي جي. وعشان كده معظم البروتوكولز بتاعت الديسنسيتايزيشن او في علاج الانتي بودي ميديت ريجكشن هتلاقي فيها اي في اي جي وهتلاقي فيها ريتوكسيماب، وبيكون مع ايه البلازما اكسشينج. لو بيجيب بعض النتائج كويسه اذا كان البيشنت جاله بوست ترانسبلانت ريكارنت فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروزس، وبرضه بيستخدم في علاج البوست ترانسبلانت ليمفوبروليفتيف ديزيز لان بيكون فيها سي دي 20 بوزيتيف اي سيلز. الدوزز احنا بندي 375 ملي جرام بير سكوير متر على مدى 4 الى 8 ساعات انفيوجن. ممكن ندي من دوز الى 4 دوزز. طبعا زي اي انفيوجن احنا هندي البري ميديكيشنز اللي قلنا عليها قبل كده. السايد افكتس بتاعته زي ايردو اي انتي بودز بيدينو انفيوجن، ممكن يحصل ريليتد رياكشن انفيوجن اللي احنا قلنا عليها اب تو ان يحصل انافلاكسيس. وعشان كده دايما لما بنبتدي بدوز الصغيره ونبتدي نعمل انكريمنتال ايه ان احنا نزود الدوز واحده عشان السايد افكتس دي. لقوا في بعض الناس اللي هم عندهم هيباتايتس بي ممكن يخشوا في فيتال هيباتايتس، وعشان كده دايما قبل ما بندي ريتوكسيماب دايما نعمل سكريننج اذا كان البيشنت ده عنده هيباتايتس بي ولا لا. في حالات رير ممكن يعمل لي بروجريسيف مالتيبل ليوكو انسيفالوباثي. نيجي لاخر دراج هنتكلم عنه النهارده من المونوكلونال انتيبوديز اللي هو البلاتاسيبت، وده يمكن احدث دراج نازل دلوقتي. هو يعتبر مونوكلونال انتيبوديز. طب ليه مش بينتهي بماب زي بقيه المونوكلونال انتيبوديز؟ لان هو ليه تركيبه معينه نقدر نقول هو نوت ستريكتلي مونوكلونال انتيبوديز، لكن هو بيبقى فيه عباره عن جزئين، حاجه اسمها فيوجن بروتين اللي هو سايتوكسيك تي لينفوسايت اسوشيتد اي 4 انتيجين، بيمسك في الاف سي دومين اوف هيومن ايمونوجلوبين جي 1. خلاص، فهم تركيبه مع بعض كده. طيب التركيبه دي بتعمل ايه؟ بتشتغل على اللي احنا بنقول عليها ال CD80 و CD86. دول ايه؟ لو نفتكر احنا في الدياجرام بتاع ال site of action of immunosuppressive medications كنا قلنا ادي الانتيجين presenting cells وادي التي سيل. عندي اللي هنا الميجور هيستوكومباتيبلتي 2 بيمسك في CD4 ويمسك السكه بتاعت السيجنال 1 اللي هو في الكالسينيورون عشان يطلع الانترليوكين 2. في كمان قلنا ان في عندنا حاجه اسمها سيجنال 2. احنا كان الانتيجين بريزنتنج سيلز كان في بروتين اسمه بي 7 بيمسك هنا في ريسبتورز في التي سيلز اسمه سي دي 28. البروتين 7 ده هو عباره عن سي دي 80 وسي دي 86. خلاص، فالبلاتاسيبت بيجي يمسك في السي دي 80 والسي دي 86 اللي هو اصلا كانوا بروتين 7، وبعدين لما يمسك فيه يبتدي يعمل لي بلوك للسي دي 28 فيدي الايفكت ايه بتاعه. وبالتالي الـ FDA ادت له approval في 2011 ان احنا نستخدمه كـ maintenance immunosuppressive medication عشان امنع ايه rejection. ويمكن ده من اول maintenance biologic agents، يعني كل الـ biologic agents المونوكلونال والبوليكلونال اللي احنا بنستخدمناها كـ induction هي ده الوحيد اللي احنا هنستخدمه كـ maintenance. لما اجي طبعا الـ studies اللي اتعملت هي كانت بتبتدي تقارن بينه وبين الـ CNI، ف
فلاقوا انه بقى يعني مقارنته بالاي سي ان اي يمكن لقوا انه هو احسن، لقوا انه بيقلل الدونر سبيسيفيك انتي بوديز ابتدت تبقى اقل في عن الريجيمن اللي فيه سي ان اي، وكمان الكارديو فاسكولار ديزيز كانت ايه اقل. بس في المقابل لا، انه البوست ترانسبلانت لينفوبريتيف ديزيز اكتر شويه، وكمان البروجريسيف مالتيبل ليوكو انسفالوباثي اكتر ايه شويه. لكن مثلا ك ادفيرس افكتس ثانيه مثلا كانفكشن ريت مقارنته بين السايكلوسبورين لقوا الاثنين كومبارابل مع بعض. وطبعا من ضمن السايد افكتس زي اي انفيوجن هيبتدي يديني ايه بعض الانفيوجن رياكشن اللي احنا قلنا ايه قلنا عليها. بالنسبه للبلاتيسيت دوز احنا هو اول بيبقى فيه فايلز بتبقى 250 ملي جرام. الدوز بتاعته احنا بندي 5 الى 10 ملي جرام بير كي جي، نحطهم في 200 ml نورمال سالين او ديكستروز، وبعدين نبتدي نديهم انترافينس على مدى 30 دقيقه بس. ممكن نديها في بريفرال فين، وعشان كده احنا بنقول بنستخدم ده بنستخدمه في المينتنس، فممكن يجي البيشنت ياخده از اوت بيشنت مش محتاج ان هو يعمل له ايه ادمشن. طيب احنا البلاتيسيبت هندي ازاي؟ اذا كنا هنديه من الاول يعني يبقى دونوفو انترودكشن، ولا البيشنت ده كان ماشي على سي ان اي وعايزين نقلبه نحوله من سي ان اي الى مينتنس بالبلاتيسيبت. اذا كان دونوفو انترودكشن احنا بنبتدي ب 10 ملي جرام بير كي جي ات دي بلس 1 ودي بلس 5 وبعد اسبوعين وبعد اربع ايه اسابيع، يبقى دول كده فور دوزز. بعد كده بقى ايه قال لك؟ بعد كده في عندنا تو بروتوكولز، في بروتوكول بنقول عليها هاي دوز بروتوكول وفي لو دوز بروتوكول. الهاي دوز ايه؟ بعد الاربع دوزز دول يعني عدى تقريبا اربع اسابيع يعني شهر، هنبتدي ندي 10 ملي جرام بير كيلو جرام كل اسبوعين. خلاص ده ايه في الشهر الثاني والشهر الثالث، وبعد كده من بدايه الشهر الرابع هندي 10 ملي جرام بير كي جي بس كل شهر، يبقى الشهر الرابع والخامس والسادس، وبعد كده نكمل بقى بخمسة ملي جرام على طول كل شهر. طيب اذا كان اللو دوز يبقى بعد الاربع دوزز دول يعني في اول شهر، هيجي عند الشهر الثاني والثالث ندي 10 ملي جرام بير كيلو جرام بير مانث. احنا هنا كنا بندي كل اسبوعين، لا هنا هندي كل شهر في الشهر الثاني والثالث، وبعد كده هنبتدي ننزل بقى من الشهر الرابع ندي 5 ملي جرام بير مانث على طول. خلاص يبقى ده بالنسبه للدنوفو انترودكشن. اما اذا كان البيشنت ماشي على سي ان اي وعايزين نقلبه لبلاتاسيبت، فاول حاجه لازم يبقى فيه اوفرلاب، يعني ما ينفعش نقول هنبتدي بلاتاسيبت النهارده ونقوم موقفين الايه السي ان اي، لازم هيبقى فيه ايه اوفرلاب بينهم. البلاتاسيبت هنبتدي ندي 5 ملي جرام بير كيلو جرام كل اسبوعين ل 5 دوزز، يبقى ده على مدار 10 اسابيع، وبعد كده نبتدي نكمل 5 ملي جرام بير كي جي مانثلي بعد كده. طب بالنسبه للسي ان اي هبتدي اوقفه ازاي؟ اولا بعد بدايه البلاتيسيبت باسبوعين، يعني هنكون خلصنا الدوز الاولانيه وهنبتدي في الدوز الثانيه، نبتدي نقلل السي ان اي بحيث نحافظ على البلاد ليفل بتاعه ما بين 40-60% من الليفل اللي احنا كنا ماشيين عليه قبل كده. بعد 3 اسابيع نبتدي نخلي سي ان اي ليفل 30% بس من اللي هو مفروض كان يبقى عليه في الوقت ده. وبعد 4 اسابيع يعني هنكون تقريبا خدنا 2 دوزز، وقبل ما ناخد الثالثه هنوقف خالص السي ان اي، ويبقى احنا ماشيين على البليتا سيبت از مينتنس ثيرابي. طيب الاستاذ زي ما قلنا ان هما الاثنين كومبارابل، يعني معظم حتى الترايلز اللي بتتعمل على نيو امينو سبريسيف ميديكيشنز دلوقتي هو الشغل كله ايه؟ احنا عندنا مع السي ان اي احنا لقينا ان الجرافت سرفايفل بيشنس عالي جدا، بيوصل لبعد 20 يير 97-98%، فبالتالي ايه الدراج اللي ممكن يحسن لي احسن من كده؟ فالشغل كله مش على الجرافت او البيشنس سرفايفل على ما هو قد السايد افكتس اوف ذا دراج. طبعا السي ان اي من الحاجات اللي ليها سايد افكتس كتير، منهم النيفروتوكسيستي، وعشان كده بقيه الدراجز او الامينو سبريسيف ميديكيشنز بما فيهم كمان البلاتيسيبس ممكن يبقى ليهم سوبريوريتي مش على الجرافت والبيشنت سرفايفل، لكن ممكن يكون على السايد افكتس. يبقى عشان نلخص كل اللي احنا قلناه ونعمله ان سامري، البيولوجيك ايجنتس هي مجموعه من الامينو سبريسيف ميديكيشنز، لكن احنا بنحضرها انسايد ليفنج اورجانيزم، وبالتالي هي نوعين، يا اما مونوكلونال انتي بوديز بتبقى متحضره من كلون واحد وبتشتغل على ايبيتوب واحد، لكن يا اما بوليكلونال بتبقى متحضره من مالتيبل كلونز من البلازما سيلز وبتشتغل على اكتر من ايبيتوبس ان ذا سيم انتيجين.
احنا قلنا اتكلمنا على كل الانتيبوديز دي وقلنا انها بتتقسم يا اما ديبليتنج انتيبوديز يا اما نون ديبليتنج انتيبوديز. ديبليتنج يعني هتعمل مارك ريدكشن للليمفوسايتس يحصل بروفاوند ليمفوبينيا وده طبعا بيدي افكت لفتره طويله من الانتي ريجكشن افكت. ولكن النون ديبليتنج هتشتغل على الليمفوسايتس لكن بتبتدي تعمل نوع من الليمفوسايت ديسفانكشن لكن مش هتعمل ديبليشن ليها. الديبليتنج انتيبوديز عندنا مجموعه اللي هم البوليكلونال اي تي جي والثايموغلوبولين، وبالنسبه للمونوكلونال عندنا الاليمتو زوماب اللي هو الكامبث وقلنا ان احنا ما بقاش نستخدمه كتير دلوقتي. بالنسبه للنون ديبليتنج انتيبوديز عندنا اللي هي مجموعه الانتي سي دي 25 اللي هو البازيليكسيماب اللي هو السيميوليكت والداكليزوماب اللي هو زيناباكس، وكمان عندنا البلاتاسيبت اللي هو احدث واحد فيهم. البيولوجيك امينو سبريسيف ميديكيشن ممكن نستخدمها يا اما فور اندكشن يا اما فور مينتننس. الاندكشن يعني تو بريفنت الريسك اوف ريجكشن في بدايه الترانسبلانتيشن بيبقى الايفكت قوي، يا اما بنستخدم الاي تي جي ثايموغلوبولين يا اما من المونوكلونال انتي بودي بنستخدم البازيليكسيماب، وقلنا الاي تي جي بيكون اقوى من البازيليكسيماب. في المينتننس ما عندناش غير دراج واحد بس اللي احنا بنستخدمه اللي هو البيلاتاسيبت. بالنسبه فور تريتمنت اوف اكوت ريجكشن اذا كان سيلر اللي هو سيل ميديتد ريجكشن بنستخدم الاي تي جي او ثايموغلوبولين، اما اذا كان هيومرال اللي هو انتي بودي ميديتد ريجكشن فممكن بنستخدم الريتوكسيماب مع حاجات تانيه زي الاي في اي جي ونعمل بلازما اكسشينج. بكده يبقى احنا خلصنا الامينو سبريسيف ميديكيشنز، وبان شاء الله من المحاضره اللي جايه هنبتدي نتكلم على الامينو سبريسيف بروتوكولز، يعني ازاي نعمل كومبينيشن ما بين الدراجز اللي احنا قلناها دي كلها. احنا مش بنستخدم دايما دراج واحد، بنستخدم اكتر من دراج. في دراج بنستخدمها في الاندكشن وفي دراجز بنستخدمها في المينتنس ككومبينيشن، وده اللي احنا هنتكلم عنه في المحاضره اللي جايه. وثانكس فور واتشنج.